السلام عليكم. كلمتين النهاردة عن نظرية السكان لمالتوس، توماس روبرت مالتوس، واقتصادي وسياسي أمريكي. اتولد سنة 1766 ومات سنة 1834، تقريبا عاش 68 سنة. في فترة حياة مالتوس كان في الثورة الصناعية في انجلترا، والثورة الصناعية هي الانتقال للمكن بدل من العمل اليدوي في الانتاج. يعني بدل ما يكون الانتاج يدوي يكون بالمكن، ويكون بس عدد عمالة أقل هم اللي بيراقبوا المكن ده. في إنجلترا كان للثورة الصناعية نتائج سلبية، وهي إن العمالة بدأت تروح المدن اللي فيها المصانع عشان تشتغل، في حين إنه ما تمش توفير مساكن وخدمات للناس اللي انتقلوا للمدن عشان يشتغلوا، فبقى في زحام في المساكن والعمالة كانت أعدادها كبيرة، فبدأ في بطالة وتشرد لأن عدد الوظائف أقل من عدد العمالة اللي انتقلت دي. وأحيانا يقال إنه كان في الزمن ده كان في نسبة كبيرة من التسول والسرقة، واحد أو نسبة من العمالة سافرت ومش لاقية وظيفة ومش لاقية سكن، فمبقاش قدامها غير التسول، مبقاش قدامها غير السرقة زي ما بعض الأخبار بتقول عن الزمن ده. الحاجات دي كانت بتحصل، وكان توماس مالتوس موجود فألف نظرية السكان. بيقول مالتوس إن عدد السكان بيزيد وفق متتالية هندسية كل 25 سنة. يعني ايه وفق متتالية هندسية؟ يعني مثلا دولة عدد سكانها 2 مليون، بعد 25 سنة يتوقع مالتوس ان عدد السكان يبقوا 4 مليون. فعند مالتوس ان عدد السكان كل 25 سنة 4، بعدين يبقى 8، بعدين يبقى 16، كل 25 سنة بيزيد تقريبا الضعف. ممكن نقول كده بالبلدي ان هو شايف ان عدد السكان بيزيد الضعف كل 25 سنة، وشايف ان كمية الغذاء بتزيد بدرجة ثابتة. الانتاج الزراعي، الخضار والفاكهة والحبوب، لو دلوقتي 10 مليون طن، بعد 25 سنة هيبقوا 20 مليون طن، وبعد 25 سنة تانيين ال 20 مليون طن دول هيبقوا 30 مليون طن. يعني الزيادة في الغذاء زيادة ثابتة كل 25 سنة. شوف معايا بقى، بيقول لك مثلا لو في شعب دلوقتي 4 مليون انسان محتاجين 10 مليون طن غذاء، بعد 25 سنة ال 4 مليون انسان هيبقوا كام؟ هيبقوا 8 مليون، لانه عدد السكان عند مالتوس بيزيد الضعف. ال 8 مليون انسان محتاجين غذاء بقيمة 20 مليون طن غذاء. ال 8 مليون انسان بعد 25 سنة هيبقوا 16 مليون انسان، ودول محتاجين 40 مليون طن غذاء. فبيقول لك ان 4 مليون انسان بعد 50 سنة هيبقوا 16 مليون انسان، وال 16 مليون انسان دول محتاجين غذاء 40 مليون طن. وبيقول لك الغذاء دلوقتي 10 مليون طن، فبعد 25 سنة الغذاء هيبقى 20 مليون طن، وبعد 25 سنة تانيين الغذاء هيبقى 30 مليون طن. يعني الغذاء اللي دلوقتي 10 مليون بعد 50 سنة هيبقى 30 مليون، في حين ان بعد 50 سنة هيكون عدد السكان 16 مليون، وال 16 مليون دول محتاجين غذاء 40 مليون. يعني الغذاء اللي هيبقى موجود 30 وهم محتاجين 40، يعني في عجز بقيمة 10 مليون طن. يبقى كنا محتاجين نزود انتاجنا او نقلل عدد السكان، او نزود الانتاج ونقلل عدد السكان، الاثنين مع بعض. نظرية مالتوس اسمها نظرية السكان، هو ما اتكلمش فيها باحصائيات وارقام حقيقية، او بيقول لك مثلا في دولة معينة بعد 25 سنة بقت عددها كذا، هو ما اتكلمش بارقام واحصائيات حقيقية، لكن هو افترض. فهو شايف ان الحل من زاوية واحدة بس، وهو زاوية السكان. ما تكلمش عن الانتاج الزراعي خالص وازاي نزوده، ولكن هو اتكلم انه لابد يكون في اساليب تقلل زيادة السكان وتخليها تساوي كمية الغذاء. فبيقولك العوامل اللي بتقلل السكان عموما نوعين، واحد عوامل ايجابية، زلازل، براكين، مجاعات، امراض وبائية بيموت فيها ناس فبيقل عدد السكان، لكن العوامل الإيجابية دي بتحصل بطريقة طبيعية من غير تدخل الإنسان. بيقولك إن في كمان عوامل تانية بتأثر على عدد السكان، سماها العوامل السلبية الوقائية، زي مثلا إن الحكومة ما تزودش أجر العامل، لأن أجر العامل لو زاد هيتجوز وهو صغير، وبكده ممكن يسبب إنه يخلف كتير ويزود عدد السكان.
كده خلصنا كلامنا عن مالطس، لكن الفكرة ما زالت موجودة، إزاي يقللوا عدد السكان ليضمنوا الغذاء مستقبلا زي ما بيقولوا. قالك من الأسباب اللي ممكن نقلل بقى عدد السكان ترويج فكرة استخدام موانع الحمل، ما إن نخلي دي ثقافة موجودة، إن أي واحدة ست يبقى في دماغها أو أي أسرة يبقى في دماغها إن هم ممكن عشان يقاوموا الفقر أو يقاوموا الإسراف إن هم يبقى في دماغهم فكرة موانع الحمل وإن هم ما يخلفوش لفترة من الوقت. 2، ممكن نشر فكرة الشذوذ الجنسي، إن هو يقولك ان في مجموعه من الرجال او الذكور يعيشوا مع بعض ومجموعه من الاناث يعيشوا مع بعض، وبكده دول مش هيخلفهم وبكده دول مش هيخلفهم، ومع الوقت ما يبقاش في اولاد وما يبقاش في خلفه فيقل عدد السكان مع الوقت. فنشر فكر الشذوذ الجنسي مش بس ناتج عن ناس بتعمل الفعل ده، لان اعتقد ان ممكن يكون مرتبط بحاجات تانية. 3، تقليل مرتبات العمال، اقولك اقلل مرتبه فما يقدرش او ما يفكرش ان هو يتجوز في سن صغير فما يخلفش، فبكده عدد السكان ما يزيدش طبعا على المستوى الدولة ككل أو المكان ككل. كمان تسهيل العلاقات الجنسية، إن الواحد يبقى عنده صديقة بيمارس معها الجنس فمش يفكر يتجوز ويستقر، حتى لو فكر إن هو يخلف منها مش هيبقى برضه بنفس عدد الأولاد، أو مش هيبقى تفكيره إن هو يخلف منها زي ما هيكون بيخلف من زوجة وزواج وارتباط وكده. كمان ممكن رفع سن الجواز عند البنات وتفهمهم انها متجوزة اللي بعد ما تخلص دراسة خالص او بعد ما يبقى عندها وظيفة، وفي بلاد كده موجودة في اسيا مثلا البنت هناك ما بتفكرش على الاطلاق ان هي تتجوز الا بعد ما يكون عندها وظيفة، يعني 24 سنة مثلا، غير قبل كده مش ممكن تفكر او ممكن يجي ببالها فكرة الارتباط او الزواج او الانجاب او الكلام ده خالص نظريا يعني. وغير كده من الوسائل اللي تم تصديرها لينا في مصر والعالم العربي، مش بس الأساليب دي اللي ممكن يتكلموا فيها ويصدروها أو يقولوها عموما عشان يقللوا عدد السكان، لا كمان في وسائل إجبارية عشان ما يزودوش عدد السكان. على سبيل المثال في الصين في سياسة اسمها سياسة الطفل الواحد، السياسة دي من سنة 1978 بتقولك إن الأسرة اللي عندها ولد واحد الدولة ترعاه وملهاش دعوة في التعليم والعمل والوظيفة وإلى كل إلى غير ذلك، لكن لو في ولد تاني الدولة ملهاش علاقة به، لا بتعليم حكومي ولا بوظيفة ولا لها أي علاقة به ولا لها أي ميزة، واللي عايز يخلف تاني يدفع للدولة زي غرامة كده، والغرامة دي كمان مش في مقدور الطبقة المتوسطة ولا الطبقة الضعيفة، فبيقول لهم اتخلفوا واحد لا ما تخلفوش. السياسة دي ساهمت ان بقى في حالات اجهاض، بقى في ناس واحده مثلا بتحمل فبتروح تجهض ابنها عشان ما يبقاش ولد تاني او عشان ما تخلفش دلوقتي، وبقى في قله في عدد الشباب عن العدد الطبيعي في الصين، ده ادى ان الصين سنه 2015 عدلت القانون بدل سياسه طفل واحد خليته طفلين. مش بس هي دي الاساليب الاجباريه اللي ممكن بعض الدول تستخدمها، لا في اساليب تانية، في اسلوب اسمه اسلوب التعقيم. التعقيم هنا مش المصل اللي هو بتاع ان هو يعطي تعقيم من مرض معين، لا التعقيم هنا المقصود به ان هو جعل الانسان عقيم. التعقيم عند الرجال هو قطع الانابيب اللي بتنقل الحيوانات المنويه من خصيتي الرجل الى العضو الذكري او حجبها او اغلاقها بعمليه جراحيه، والتعقيم عند النساء هي عمليه جراحه اغلاق او حجب قناتين في الرحم، وبكده تمنع وصول الحيوانات المنويه للمبيضين. الثقافه دي موجوده دلوقتي عند بعض الناس وبيقولوها ان مش عايز يخلف يا جماعه او خلاص بقى عنده اولاد يعمل عمليه التعقيم، وبقت كمان بعض الدول استخدمت التعقيم ده اجباري. في دوله في غرب امريكا الجنوبيه اسمها البيرو، قرات في احد المقالات انه عشان عندهم فقر فعايزين يحطوا حد الفقر ده فيعملوا ايه، عملوا عمليه تعقيم جماعي للنساء، ومش أي نساء، النساء الفقيرة بس اللي في البلد، من سنة 1995 لسنة 2000 تم تعقيم 300,000 امرأة. وخلي بالك مالطس كان بيقول إن الراجل اللي ملوش حد يساعده ومش لاقي وظيفة مش هيلاقي نصيب من الغذاء، حتى ترجمة كلامه كده باللغة العربية يقولك هو عضو زائد في وليمة الطبيعة حيث لا يوجد صحن له، إذن تقول له الطبيعة غادر أو تأمره الطبيعة بالمغادرة. مش بس في البيرو، لا في الهند كمان، زي ما انت عارف ان الهند مليار و200 انسان، في كلام ان كان في سنة 2012 برنامج للتعقيم القسري ضد النساء.
انا عايز اقول انه مالتوس قال نظريه معينه يبدو ان في بعض الناس فهمتها بطريقه معينه، وفي فكر عالمي الان في بيشغل كتير من دول العالم في الغذاء، وتقليل الزيادة السكانية بيشغل دول كتير جدا على مستوى العالم. يكفيك ان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت قبل كده لو بدأ 100 مليون صيني في شرب اللبن ان كمية اللبن عندهم في وطنهم هتقل. تقصد ان استهلاك الصينيين لو بدأوا في استهلاكهم شيء معين هم يتأثروا في الغذاء، هي تقصد ان الغذاء العالمي محدود. وزي ما احنا بنشوف ان في بعض البلاد النهاردة عندها مجاعات وعندها نقص في الغذاء. احنا في مصر وبلادنا العربية عندنا مناخ كويس، عندنا عمالة كويسة، عندنا اراضي خصبة. بدل ما يطلع عنا بعض المفكرين يقول لنا احنا عايزين نقلل زيادة زيادة السكان، ممكن يطلع لنا واحد يقول لنا عايزين نزود الانتاج. فهي الفكرة مالتوس شافها من طريقة معينة، وفي ناس مقتنعة ان الحل هو بس نقلل عدد السكان. لا، في حل تاني، انك تزود الانتاج. وازاي تبتكر في زيادة الانتاج؟ انا مقتنع ان احنا عندنا مشكلة، او ان كان فعلا في مشكلة عالمية هي مشكلة واحدة لكن لها حلول كتير مش بس حل واحد. شكرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله.